هؤلاء الشباب هم نماذج بارزة من الطلاب المستفيدين من هذا المركز الجديد المسمى بمركز الابتكار ودعم ريادة الأعمال، والذي تم افتتاحه بجامعة عين شمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات جامعة عين شمس، ليكون هذا المركز الإبداعي بمثابة فرصة حقيقية لدعم أصحاب الإبداعات والأفكار في مجال ريادة الأعمال. الدولة المصرية بتقول تعالوا نفكر في فكرة ريادة الأعمال وإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لخريجين الجامعات المصرية وشباب مصر بشكل عام، حتى يستطيع أن يبقى هناك خلق لفرص العمل وليس انتظار إلى العمل من خلال الدولة. هو ده الفكر العالمي اللي عمل نقلة كبيرة جدا على مستوى العالم كله في الصناعات وفي ريادة الأعمال وفي الشركات الصغيرة. دايما بنحس ان جامعة عين شمس جامعة متفردة ويعني فريدة، ودايما هذا المركز الموجودين فيه النهاردة يعني زي ما قال معالي الوزير هو صرح علمي كبير جدا، فكرة جديدة. يعني دايما جامعة عين شمس يعني لها السبق العلمي في كل شيء الحقيقة. المركز الذي يشمل عدة تخصصات يهدف إلى تهيئة المسار الوظيفي للطلاب، وكذلك تنمية مهارات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في منظومة ثلاثية من أجل تلاقي المسارات في نقطة واحدة، باعتباره خدمة تعليمية تستغل الطاقات الإبداعية للطلاب والخريجين، فضلا عن رعاية الموهوبين، وصولا لدعم الشركات الناشئة مع ربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة والزراعة وفقا لمتطلبات سوق العمل. كان يجب وجود هذا المركز في نقطة ارتكاز في جامعة عين شمس، يلتف حواليها ال 12 كلية الأساسيين، فعنا هنا في القلب جامعة عين شمس الوصول لها سهل، ويكون مكان inspiring يعني ملهم. هنا الطالب مع الشباب الأكاديمي مع الباحث مع الشركة مع القطاع الخاص بيقعدوا في حتة واحدة يفكروا عصف ذهني، عندهم الكمبيوتر والواي فاي والإنترنت على أعلى مستوى. المركز الذي يحمل اسم iHub يعد من أوائل المراكز التي أنشئت على مستوى الجامعات المصرية، حيث أنشئ على مساحة 8000 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث مستويات التكنولوجيا المتطورة بشراكة أساسية مع البنك المركزي، وكذلك يقدم خدماته للمجتمع مع إعلاء قيمة الخريجين ودعم مشروعاتهم بالجامعات الحكومية المصرية. بافتتاح هذا الكيان تقدم جامعة عين شمس نموذجا جديدا لدعم وتشجيع الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، فكرة جديدة توفرت لها عوامل النجاح بدعم مؤسسات قوية وقادرة من مؤسسات الدولة. كريم صبري، مصر جديدة، ETC.